القراءة المثمرة عبرين بكار. التعلم مدى الحياة. إن فطر الله جل وعلا لبني الإنسان على التساؤل وحب الاستكشاف أتاح لهم أن ينموا كينوناتهم المعرفية وأن يندفعوا دائما نحو معرفة المزيد دون أن يجدوا أي حدود للتشبع أو الارتواء. كان العلم في القديم يقوم على النقل، فكان التعلم والتعليم عبارة عن أفعال مقترنة بالزمان، حيث يتمان وفق تتابع زمني، وحين يموت العالم فمن الممكن أن يذهب معه أفضل ما يعرف. وحين صار للغات أبجديات وتمتع الإنسان بنعمة الكتابة، انتقلت المعرفة من حيز الزمان إلى حيز المكان، وصار الحفظ والتوثيق والاسترجاع والنشر مما هو متاح على أوسع نطاق، وبذلك أمكن للناس أن يطوروا معارفهم على نحو مدهش، وصار للبشرية بذلك تاريخ جديد. إن هناك دواعي كثيرة على الواحد منا أن يتعلم ويقرأ ويكتسب الخبرات مدى الحياة. منها: أولا، إن الذي يدعو الإنسان إلى مزيد من التعلم هو العلم نفسه، إذ إنه كلما زادت المعرفة اتسعت منطقة المجهول، والتقدم نفسه يعمل على زيادة حاجة الإنسان الشديدة إلى المعرفة، حيث إن التوغل في حقول المعرفة يتيح إمكانات ومجالات جديدة ويولد دوافع جديدة للتقدم الأوسع نطاقا. المثقف الذي يرغب في الحفاظ على قيمة ثقافته وكرامتها مطالب بأن يعيد تكوين ثقافته على نحو مستمر ومتجدد، وعندما يشعر بالاكتفاء بما لديه من معلومات سيضع نفسه على شفا الانحطاط. وإذا كان متخصصا فإن أمواج القفزات العلمية في تخصصه ستقذف به نحو الشاطئ، ليجد نفسه في النهاية خارج التخصص. الوضع الذهني للرجل متوسط الثقافة فضلا عن الضعيف يسف وينحط بسبب ما يحتشد من النظريات والأفكار والمذاهب التي لم يعد بإمكانه المساهمة فيها حتى لو أبدأ اهتماما بها. إن جهلنا ينبسط مع تقدم المعرفة، كما ينبسط سطح التماس لكرة ما مع العالم الخارجي عندما يكبر قطرها، وهذا يشكل تحديا متزايدا لكل قارئ. ثانيا، لم يكن لدى الناس قديما إحساس قوي بارتباط كسب الرزق بمدى ما يحصلونه من علم، لكن الوضع قد تغير اليوم، حيث تتضاءل على نحو متصاعد المهن والوظائف التي يمكن للأميين محدودي الثقافة الاطلاع بها. وسوف تجد الأمة التي لا يحسن أبناؤها من مستوى معارفهم على نحو مستمر نفسها مؤهلة لأن تكون تابعة للأمم الأخرى ومستغلة لها على كل المستويات. ثالثا، إن ما نمتلكه اليوم من معارف وخبرات لا يتمتع بقيمة مطلقة، فسكان الأرض يشكلون عالما واحدا، وأهمية كل جزء من أجزاء هذا العالم تنبع دائما من قدرته على الصمود والمنافسة وحل المشكلات وما يمتلكه من وزن في الساحات العالمية. وشيوع الأمية الأبجدية والحضارية قد جلب على أمة الإسلام مشكلات هي أكبر بكثير مما نظن، وليس ذلك على صعيد المعيشة والإنتاج فحسب، وإنما على صعيد فهم الإسلام أيضا. فالإسلام بما أنه بنية حضارية راقية لا يتجلى على نحو كامل إلا عبر تجربة معرفية وحضارية رائدة، مما يعني
أن التخلف الذي نعاني منه قد حال بيننا وبين رؤية المنهج الرباني على النحو المطلوب. رابعاً، إن العقل البشري يميل دائماً إلى تكوين عادات ورسم أطر لعمله، وهي مع مرور الوقت تشكل نوعاً من البرمجة له. البيئة بكل أنواعها هي التي توفر مادة تلك البرمجة، وكلما كانت ثقافة الإنسان ضحلة وكانت مصادر معرفته محدودة، ضاقت مساحة تصوراته وأصبح شديد المحلية في نماذجه ورؤاه، عاجزا عن تجاوز المعطيات الخاطئة التي تشربها من مجتمعه. والقراءة الواسعة والاطلاع المتنوع هو الذي يعظم الوعي لديه من خلال المقارنة وامتداد مساحات الرؤية. وقد كان علماء السلف لا يثقون بعلم العالم الذي لم يرحل ولم يغبر قدميه في طلب العلم، إدراكا منهم لمخاطر البرمجة الثقافية القائمة على معطيات محلية محدودة. خامسا، التدفق الهائل للمعلومات وتراكم منتجات البحث العلمي في اتساع مستمر، والنتيجة المباشرة لذلك هي تقادم ما بحوزتنا من معارف ومعلومات. وتفيد بعض التقديرات أن نحو من 90% من جميع المعارف العلمية قد تم استحداثه في العقود الثلاثة الأخيرة، وسوف تتضاعف هذه المعارف خلال نحو من 12 سنة. ويقول أحد الباحثين إن على المتخصص المعاصر أن يضع في حسبانه أن نحو من 10 إلى 20% من معلوماته قد شاخ وعليه أن يجدده. ويرى أحد الباحثين أن أعراض الشيخوخة تعتري المعلومات بنسبة 10% في اليوم بالنسبة إلى الجرائد، و10% في الشهر بالنسبة إلى المجلات، و10% في السنة بالنسبة إلى الكتب. إن تقادم المعلومات يتجلى في صور شتى، فتارة في ظهور زيفها أو عدم دقتها، وتارة يتجلى في عدم ملائمتها للخطط الجديدة، وأحيانا بتحول الاهتمام عنها لأنها لم تعد ذات قيمة في البناء المعرفي، وأحيانا بقراءتها قراءة جديدة، أي إنتاجها مرة أخرى على نحو يبعدها عن مضامينها الأولى. والعلاج لذلك كله دوام الاطلاع والمتابعة، حتى لا يتدهور ما لدينا من معرفة، وحتى لا نغرق في الضلالات والأوهام التي تنتشر باعتبارها مفرزات جانبية للتقدم العلمي. القراءة ومصادر المعلومات الأخرى. عصرنا عصر انفجار المعرفة، فالأعداد الهائلة من العلماء الذين يشتغلون بالبحث العلمي والوسائل المتطورة في حفظ المعلومات ونقلها وبثها والتواصل الكوني الفريد المتزايد، كل ذلك جعل الناس مغمورين بالأخبار والمعلومات والمفاهيم التي ترد إليهم كل لحظة من شتى أصقاع الأرض. هذه الوضعية حملت الناس على طرح سؤال حول ما تبقى من وظيفة للقراءة والكتاب، كما حملت كثيرا من المثقفين على الجهر بمر الشكوى من هجر الكتاب والافتتان بما تعرضه وسائل الإعلام المختلفة من برامج ومواد ثقافية متنوعة. والحقيقة أن لتلك الشكوى ما يسوغها، إذ إن هناك مؤشرات واضحة إلى إعراض الناس عن القراءة واقتناء الكتاب، وإلى إقبالهم على قضاء أوقات طويلة أمام الوسائل الإعلامية المختلفة. ويكفي أن نعلم أن متوسط ما يطبع من معظم الكتب في البلاد العربية لا يتجاوز 3000 نسخة للكتاب الواحد،
وهذا العدد المحدود لا ينفذ في الغالب في أقل من 3 سنوات عادة، على حين تتجاوز أرقام التوزيع في الدول المتقدمة ذلك بكثير، بما لا يدع أي مجال للمقارنة. إن وسائل الإعلام تقدم برامج على درجة عالية من الزخرفة والإتقان، مما يعطيها جاذبية عالية. فإذا أضفنا إلى ذلك انعدام البواعث على القراءة وانعدام التقاليد الثقافية المحبذة لاقتناء الكتاب واصطحابه، أدركنا وضعية القراءة في عالمنا الإسلامي. إن وسائل الإعلام تقدم معلومات متشظية قلما تتصل بالحاجة المعرفية الحقيقية للمتابع لها، كما أن المعروف أن المعلومات الكثيفة حول أي شيء قد تقف حائلا دون فهمه على الوجه الصحيح، تماما مثل الحقائق والمعلومات القليلة عنه، فللعقل طاقة محدودة على التحليل والتصنيف والغربلة لما يرد عليه، وحين يزيد على طاقته فإنه يربكه ويشتته. من وجه آخر، فإن وسائل الإعلام الحديثة قد سببت أضرارا بالغة للشعور بالحاجة إلى التفكير، فكتابها ومعد برامجها قاموا بذلك نيابة عن المتلقين. إن مشاهدة التلفاز ومستمع الإذاعة وقارئ المجلة أو الجريدة يتلقى مركبا كاملا من البيانات والإحصاءات المنتقاة بعناية والمصوغة بأسلوب بلاغي بارع، مما يدهش القارئ ويدفعه إلى نوع من الاستسلام لها والانقياد إلى توجهاتها دون القيام ببذل أي جهد شخصي، وهذا كله مغاير لمتطلبات التطور العلمي والاجتماعي الحديث، والذي يتطلب منا القدرة على الإبداع وترشيد المحاكمة العقلية أكثر من الانشغال باستيعاب بعض مفردات المعرفة واستظهارها. هذا كله لا يجعلنا ننكر أن الدفق العلمي والمعلوماتي الهائل قد أوجد نوعا من الاستنارة العامة ورفع درجة الوعي لدى الناس، كما أنه ملكهم الكثير من المعلومات العامة. إن الهامش الذي يفصل بين التسلية وبين التثقف الحق هامش ضيق، ومن السهل أن يكون ما نستمع إليه ونشاهده ضربا من ضروب التسلية وتزجية الوقت ونحن نظن أننا نتعلم. وأعتقد أن الكتاب ما زال هو الوسيلة الأساسية للتثقف الجيد، حيث نستطيع أن نمارس حريتنا كاملة في اختيار ما نحتاج إليه، وهو لا يحتاج إلى آلات مساعدة للاطلاع عليه، كما أنه رخيص الثمن إذا ما قورن بغيره. ولست مع هذا أميل إلى التقليل من شأن مصادر المعلومات الأخرى، فالمهم دائما أن تكون أهدافنا في التثقف والارتقاء المعرفي واضحة، ثم نبحث عن الأدوات والوسائل التي تبلغنا إياها. من أجل القراءة، إذا كانت القراءة أهم وسيلة لاكتساب المعرفة، وإذا كان اكتساب المعرفة أحد أهم شروط التقدم الحضاري، فإن علينا أن لا نخل بأي جهد يتطلبه توطين القراءة في حياتنا الشخصية وفي حياة الأمة عامة. فالمسألة ليست كمالية ولا ترفيهية، وإنما هي مسألة مصير. لا ريب أن جعل القراءة إحدى مفردات أعمالنا اليومية لن يكون يسيرا، حيث يقتضي تغييرا جوهريا في سلوكاتنا وعاداتنا، كما يتطلب توفير المال والوقت وقبل ذلك الأهداف والدوافع. ومع كل ما في ذلك من عناء ومشقة، إلا أنه لا خيار آخر أمامنا،
وعلينا ما دمنا نود أن نحيا الحياة التي تليق بكرامة المسلم وغايات وجوده على هذه الأرض أن نتحمل تكاليف ذلك عن طيب خاطر. وإليك أهم ما أظن أن علينا أن نقوم به من أجل إشاعة ثقافة اقرأ، وذلك على النحو التالي: أولا، الدافع. زود البارئ جل وعلا الإنسان بعدد من القوى الفطرية، الغرائز التي تدفعه إلى سلوك معين وترسم له أهدافه وغاياته من أجل تحقيق توازنه الداخلي وإعداده للتكيف مع البيئة الخارجية. وتظل حياة المرء معلقة على الاستجابة لعدد من الدوافع وتلبية عدد من الحاجات الأساسية، فيستحيل استمرار حياة الفرد من دون أخذ الحد الأدنى من كفايته من الطعام والشراب والهواء. وهناك إلى جانب هذه حاجات ودوافع لا تتوقف حياة المرء على تلبيتها، وإنما يتوقف عليها تحسين نوعية الحياة والارتقاء بالإنسان وتوفير الهناء له، مثل الحاجة إلى التقدير والأمن وقصد من المعرفة عن الوسط الذي يعيش فيه والشعور بالتأنق، مما يصنف عادة مع الحاجات الثانوية. ولم يصادف الإنسان مشكلة في التعامل مع دوافعه الأساسية، لكن مشكلته الأساسية في الاستجابة لدوافعه الثانوية. فالتخلف الحضاري يجعل المرء مشغولا بتلبية حاجاته الأساسية، ويجعل حسه وحدسه ضعيفا نحو كل ما يحسن نوعية حياته ويدفع به في مراقي الكمال. وهذا هو السبب الجوهري في انعدام الدافع نحو القراءة لدى كثير من المسلمين. وحين يقطع المجتمع شوطا في طريق الحضارة، فإنه يمارس ضغوطا مادية وأدبية على أفراده من أجل أن يرفعوا من سوياتهم من خلال السعي إلى الكمال والاهتمام بما يعده المجتمع متخلف أمرا هامشيا. وهذا ما نجده واضحا في المجتمعات الإسلامية الأولى التي سطرت من المآثر في تعشق المعرفة والسعي في سبيل تحصيلها ما لم يكن معهودا في العالم القديم، حيث نظرت إلى العلم على أنه من أفضل القربات إلى الله تعالى، كما أنها رأت فيه أفضل سبيل إلى بلوغ القمة. وهذا ما نجده اليوم في المجتمعات المتقدمة. وإذا كان الفكاك من ربقة التخلف الحضاري هو الحل النهائي لمشكلة العزوف عن القراءة، فإن هناك جهات عديدة بإمكانها أن تدفع بالناشئة خاصة خطوة إلى الأمام في هذا الاتجاه، مثل الأسر المتعلمة والمدارس والجامعات والنوادي الأدبية والمكتبات العامة والجمعيات الثقافية. وأعتقد أن كل مدينة من مدننا جديرة بأن يكون فيها جماعة أو جمعية مهمتها التشجيع على القراءة والمعاونة على توفير الكتاب على غرار جمعيات أصدقاء المرضى وحماية البيئة. إن الخطوة الأولى تكمن في إيجاد الدافع نحو القراءة، وسوف ننجح في ذلك بإذن الله إذا أوليناه ما يستحقه من الجدية والاهتمام. ثانياً، تكوين عادة القراءة. البدايات دائماً شاقة، وأشق مراحل الطريق هي المرحلة الأولى، وكثير من الناس يجد صعوبة بالغة عند البدء في أي عمل أو مشروع، وذلك لأن نتائج جهده في البداية تكون ضعيفة، كما أن استفادته من الوقت تكون غير مرضية. فالواحد منا يشعر أنه أمضى وقتا طويلا من أجل أشياء لا قيمة لها، لكن سيهون الأمر حين نعود إلى البداية
في أي أمر مثل تسخين السيارة، ثم يتعاظم الانطلاق شيئا فشيئا. البدايات التربوية الجيدة تبدأ دائما في المنزل، والآباء هم المربون الطبيعيون، ولذا كان اهتمامهم بالعلم عاملا حاسما في تطور الموقف النفسي لأطفالهم تجاه قضية التعليم وتكوين عادة القراءة لديهم. فهم قادرون إن أرادوا على تكوين حس الملاحظة والإصغاء والانتباه وتنمية الملكات كوصف المشاهد وعقد المقارنات وتمييز المفارقات، كذلك غرس روح النظام والترتيب والجدولة في حياة أبنائهم اليومية. إن سرد حكاية أو قراءة قصة مما يتمتع به الطفل، مما ينمي خياله المبدع ويعطيه درسا في اللغة والتواصل والقيم أيضا. وسيكون لشراء سلاسل من الكتب المصورة للطفل أهمية كبرى في كل ما ذكرناه، كما أن وجود مكتبة جيدة في المنزل سيساعد مساعدة كبيرة في توجيه الطفل نحو القراءة. وتأتي بعد ذلك وظيفة المؤسسات التعليمية في رعاية ما بدأه الأهل في البيت وتنميته. ولن تستطيع مدارسنا وجامعاتنا فعل شيء ذي قيمة إلا إذا كفت عن تلقين المعلومات وصارت إلى تكليف الطالب بالرجوع إلى المراجع والموسوعات وتلخيص بعض الكتب وتقديم عروض عنها وتقديم الحوارات والمناقشات حول الكتب الجديدة. إن عادة القراءة لن تتكون لدى الإنسان إلا عندما يشعر بشيء من المتعة واللذة عندما يقرأ، وهذا لن يكون إلا حين تكون القراءة عبارة عن نوع من الاكتشاف ونوع من تنمية العقل وتوسيع قاعدة الفهم، وكل ذلك مرهون بامتلاك طريقة جديدة للتعامل مع المواد العلمية المقررة على الطلاب. إن قابليتنا للتعلم تتحول بفضل ممارسة القراءة إلى براعة، كما أنه يمكن للتكرار والتمرين أن يجعل من حب المعرفة طبيعة ثانية لنا. توفير الكتاب. لأن القراءة لا تتمتع بأي أهمية لدى السواد الأعظم من أبناء الأمة، فإننا نسمع شكوى مستمرة من غلاء الكتب وعدم توفر المال المطلوب لشرائها. ولا نشك أن هناك قسما محدودا من الناس لا يجد أي سبيل لاقتناء الكتاب بسبب بطالته عن العمل أو بسبب كبر حجم أسرته. ولكن عند التمحيص في حياة معظم الناس سنجد أن سوء تنظيم عملي الإنفاق لديهم هو المسؤول الأول عن شعورهم بالعجز عن توفير ثمن الكتب وغيرها. ووقفة متأنية للنظر فيما يهدر من مال شهريا على بعض الكماليات وبعض الأشياء المقصود من استهلاكها الظهور والتسلق الاجتماعي ستجعلنا نوقن أن السبب الجوهري للعزوف عن القراءة لدى كثير من الناس ليس شح المال، وإنما انعدام أي رغبة لديهم في مصاحبة الكتاب. ومع هذا فإن قضية كبرى كقضية القراءة يحتاج تعميمها إلى عدد من الحلول المركبة وليس إلى حل واحد. ومن تلك الحلول إيجاد تنظيمات تلزم الهيئات والجهات المختلفة بإيجاد مكتبات مناسبة لتثقيف منسوبيها مثل النوادي والنقابات والغرف التجارية ومجالس الأحياء والبلديات والشركات والمصانع والمطارات. ولا بد من تعميم المكتبات في المساجد وتطويرها بما يلبي الحاجات المعرفية الجديدة. إن من المهم أن يكون هناك رابطة لأصدقاء الكتب
يكون همها العمل على توفير الكتاب وتسهيل وصول أكبر عدد من الناس إليه من خلال إقامة المعارض وتنشيط سوق الكتاب المستعمل والعمل على إصدار طبعات شعبية رخيصة التكلفة لأمهات الكتب والمراجع، وتأسيس صندوق لدعم بعض الكتب القيمة حتى يمكن توفيرها بأسعار رخيصة للناس، إلى جانب نشر فكرة تأجير الكتاب بأسعار رمزية وحث الأثرياء على تخصيص مبان ملحقة ببيوتهم يجد فيها شدات المعرفة الكتابة والجو الذي يساعدهم على المطالعة. إيجاد نظام وطني لإعارة الكتاب وتبادله بين الهيئات والمؤسسات العلمية، حيث يمكن من خلال نظام فعال تحقيق استفادة قصوى من الكتب الموجودة والتقليل من الحاجة إلى إنشاء أعداد كبيرة من المكتبات، وعلى غرار ما هو معمول به في عدد من الدول المتقدمة، ولا بد من أجل ذلك من تعزيز أداء الخدمات البريدية. قيام الجامعات والهيئات العلمية المختلفة بتبسيط العلوم عن طريق إصدار عدد من سلاسل كتب الجيب في التخصصات المختلفة على نحو لا يستهدف الربح، وإنما إشاعة المعرفة ومساعدة الناس على التثقف والاطلاع. إن تخصيص 2% من مصروف أي أسرة كاف لتأمين عدد من الكتب متوسطة الحجم شهرياً، وتأسيس مكتبة قيمة في المنزل على المدى البعيد. ولا بد من القول أخيراً إن كل ما ذكرناه سيظل في حيز الأمنيات ما لم نعرف ما يتمتع به الكتاب من أهمية ومحورية في تغيير أحوالنا والارتقاء بأوضاعنا. رابعاً، توفير الوقت للقراءة. إن أكثر من 80% ممن لا يقرؤون كتاباً في الشهر يعتذرون بأنه ليس لديهم وقت للقراءة، فمدة عملهم اليومي طويلة وعملهم شاق يحتاج إلى راحة مديدة بعده. ثم إن الوقت القصير الذي يتبقى لدى الواحد منهم ينفقه في تدريس أولاده أعذار كثيرة يبديها كثير من الناس، مع أن في صدورهم شيئا آخر يتلجلج لا يملكون فكاكا منه. بسم الله الرحمن الرحيم، بل الإنسان على نفسه بصيرة ولو ألقى معاذيره. سورة القيامة الآية 14-15. إن الإحساس بالزمان منتج حضاري، ومن العسير عام من لا يعيش عصره ولا يشعر بإيقاعه أن يفهم بدقة ما يقال اليوم عن أهمية الوقت وأهمية تنظيمه واستثماره والمحافظة عليه، وهذه ضريبة أخرى من ضرائب التخلف الكثيرة. إن الوقت هو المادة التي صنعت منها الحياة، وسيكون لكل الذين يبذرون في إنفاقه أن يجدوا الكثير الكثير من البراهين على حسن تعاملهم معه، مع أن الموضوعيين من بني البشر يعرفون أن استغلال الوقت على نحو كامل مستحيل، ولذا فإنهم يتهمون أنفسهم دائما بالتقصير. لو أن واحدا منا وضع سجلا كاملا يوضح فيه كيفية قضائه لأوقاته خلال أسبوع، لوجد أن نحوا من 20% على الأقل من نشاطاته لا يخدم أي هدف ولا يعود عليه بأي نفع وليس له أي معنى. ولو أن دققنا النظر في المكالمات الهاتفية التي نجريها كل يوم لاكتشفنا أن كثيرا منها لا حاجة إليه، ولو وجدنا أن كثيرا مما يقال فيها يمكن الاستغناء عنه. وإني واثق أن تنظيم هذا الجانب وحده من حياتنا كفيل بأن يوفر لنا يوميا نصف ساعة على الأقل يمكن أن نستفيد منها في قراءة مادة معرفية ننمي بها ثقافتنا.
إن المشكلة الأساسية بالنسبة إلى الذين لا يقرؤون ربما كانت أنهم لا يملكون أي أهداف أو أي أولويات يضغطون بها على حاضرهم ويوجهون من خلالها جهودهم. سيكون مفيدا ونحن نبحث عن وقت للقراءة أن نكتشف الساعة الذهبية في يومنا، حيث يكون الواحد منا في قمة نشاطه كي نستفيد منها في التفكير الإبداعي أو قراءة المواد الصعبة أو التخطيط لأعمالنا. بعض الناس يخصص في يومه ساعة يسميها الساعة الهادئة، فهو لا يستقبل فيها زائرا ولا يرد فيها على هاتف ولا يكلم فيها أحدا من أهل بيته. وقد كان أحد المثقفين ينعزل ساعة في يومه ويقول لخادمه: ما حدث فلا تخبرني إلا إذا احترق المبنى الذي نحن فيه. لو أن الواحد منا سأل نفسه: ما هو العمل الذي يمكن أن أقوم به الآن ثم لا أقوم به؟ ولو سأل نفسه: هل العمل الذي أقوم به الآن له أهمية أو أولوية على غيره؟ لوجد كل واحد منا الوقت الكافي للقيام بالعديد من الأعمال النافعة، ولاختفى الكثير من الفوضى والكسل الذين ذيلفان حياة المسلمين اليوم. إن تغيير السلوك في التعامل مع الوقت يحتاج إلى وقت، وعلينا أن نثابر ولا نيأس. خامسا، تهيئة جو القراءة. إن هناك ارتباطا وثيقا بين إمكانية الفهم والاستيعاب وبين الأجواء والأوضاع التي تجري فيها عملية القراءة، فالوضعية غير المريحة للقارئ والمكان غير المناسب للقراءة يقللان من إمكانية استمرار القراءة، كما يجعلان الفائدة منها محدودة. وهناك شروط عديدة ينبغي توفيرها من أجل تهيئة الجو المناسب للقراءة، منها: أولاً، يجب أن يكون مكان الدراسة منظماً وجميلاً يبعث على الارتياح والانشراح، وهذا يكون ميسوراً حين يكون هناك حجرة خاصة بالدراسة أو جزء من حجرة. إن المكان المليء بالأشياء المبعثرة أو التي لا حاجة إليها يبعث على الكآبة ويولد الرغبة في مغادرته. وحين تنتهي فترة الدراسة فإن مما يبعث على العودة كون المكان مهيئا لها. بعض الناس يترك مكتبه الذي يدرس عليه في غاية الفوضى، فيجد نوعا من الصد عن العودة إليه، ولذا فإن من الملائم أن يستغرق القارئ الدقائق الأخيرة من فترة الدراسة في ترتيب المكان والاستعداد للجلسة التالية. ثانيا، ينبغي أن تكون حجرة الدراسة صحية حسنة التهوية جيدة الإضاءة، وينبغي أن تكون درجة الحرارة فيها بين 15 وواحد وعشرين درجة حتى يحتفظ القارئ بنشاطه ويستطيع الاستمرار مدة طويلة. ثالثا، بعض الناس لا يهتم بهدوء المكان وانعزاله عن الناس، مما يفقدهم الصفاء الذهني والقدرة على التركيز، ولذا فإن مكان الدراسة ينبغي أن يكون بعيدا عن الضوضاء داخل المنزل أو خارجه، وإلا امتجت الدراسة بالتسلية والعمل بالفراغ. رابعا، ينبغي أن يكون الكرسي مريحا وأن يكون مناسبا لمكتب الدراسة، كما ينبغي أن يضع مريد القراءة على مكتبه الأدوات والمعاجم والمراجع التي يحتاج إليها أثناء القراءة حتى لا يضيع الوقت بالقيام والقعود، وحتى لا يعطي نفسه المسوغ للانقطاع عن القراءة. خامسا، إن العبرة ليست بكثرة الجلوس في حجرة الدراسة ولا بكثرة الكتب التي تقرأ، وإنما بالإنتاجية والثمرة التي نقطفها. هذا
يجب علينا أن نحرص على الاحتفاظ بدرجة من الحيوية والارتياح أثناء القراءة، وهذا لا يمكن الحصول عليه إلا من خلال جعل أوقات للاستراحة والانشغال بشيء غير التفكير والتعامل مع المعلومات. إن كتيبة مشاة قد تستطيع أن تمشي يوما كاملا إذا استراحت عقب كل ساعة 10 دقائق. إن القراءة المثمرة تستحق منا التخطيط والتفكير والمثابرة والعناء، لأنها من أهم العوامل التي تعيد صياغة وجودنا من جديد. القراءة المثمرة، الجزء الثاني، بقلم عبد الكريم بكار، قراءة عفاف عبد اللاوي. لماذا نقرأ؟ الإنسان متسائل بالفطرة، تواق إلى اكتشاف الطبيعة، وحين يرتقي في معارج الحضارة يتحول لديه كثير من المعارف العلمية من معطيات ممتعة ومرفهة إلى ضروريات حياتية، حيث يتوقف عليها نموه الروحي والعقلي والمهاري. والحضارة ليست في جوهرها الوصول إلى معلومات جديدة، وإنما توظيف المعارف المتاحة في تحسين نوعية حية للناس والارتقاء بجوانبها المختلفة. من هنا فإن أهداف الناس من وراء القراءة عديدة، تتنوع بحسب وضعية القارئ وما يأمله من وراء مطالعة كتاب ما. الظروف الحياتية التي يمر بها كل واحد منا تجعل الأهداف الباعثة على القراءة تتفاوت تفاوتا بعيدا، فقد تكون القراءة من أجل توسيع قاعدة الفهم، وقد تكون من أجل الحصول على معلومات حول موضوع ما، وقد تكون من أجل التسلية ورفع الحرج أو الرضوخ لعادة معينة أو ملء الفراغ، وقد تكون من أجل متعة روحية أو عقلية أو تلبية لمتطلبات تطور مهني للمرء، أو استجابة للشعور بالواجب أو لإظهار حب المعرفة والتشبه بأهلها. وكثير من الناس لا يعرف لماذا يقرأ ولا يبالي بمساءلة نفسه عن الهدف التفصيلي الذي يقرأ لأجله، مع أن تحديد ذلك بدقة مهم جدا لتحديد ما يلائم الهدف من أنواع الكتب وأنواع القراءة ومستوياتها. ويمكن أن نقول إن الأهداف العامة لقراءة معظم الناس 3، وهي: أولا، القراءة من أجل التسلية وتزجية الوقت وملء الفراغ. القراءة الأكثر شيوعا بين الناس، وتثبت بعض الإحصاءات أن نحو من 70% من القراء يتجهون إلى القراءة من أجل التسلية، فهناك أعداد هائلة من الناس تتجه إلى قراءة القصص والروايات والمسرحيات والجرائد والمجلات الخفيفة. والسبب في هذه الوضعية أن القراءة من أجل التسلية لا تحتاج إلى أي مهارة ولا تكلف جهدا يذكر، إذ بإمكان القارئ أن يلقي بالكتاب متى ما شاء وأن يقنع منه بأية فائدة يمكن أن يحصل عليها، حتى إن أكثر الكتب صعوبة يمكن أن يتم الاطلاع عليه من أجل التسلية. أضف إلى هذا أن السواد الأعظم من الناس لا يملك أي أهداف أو محاور معينة تلزمه بمطالعة نوع معين من الكتب أو تلزمه بوضع برنامج قرائي محدد، وهذا يدفعه دفعا إلى قراءة أي شيء يقع تحت يده وسيقرأه باهتمام من درجة اهتمامه باختياره. ومع هذا فإن القراءة من أجل التسلية لا تخلو من فائدة، فالقارئ قد يتخلص بها من الفراغ الذي يؤدي إلى الشعور بالتفاهة، وقد يشغل بها عن ملء فراغه بأشياء ضارة،
وهي بالإضافة إلى هذا قد تكون علاجاً لبعض الأمراض العصبية. فالخرف الذي يصيب كبار السن يعالج اليوم بالقراءة إلى جانب علاجات أخرى، كما أن في القراءة علاجاً جيداً لمرض التمركز الشديد حول الذات الذي يعاني منه بعض الناس. وهكذا فصحبة الكتاب خير على كل حال. ثانياً، القراءة من أجل الاطلاع على معلومات، أسلوب يمارسه كثير من الناس أيضاً، والجهد الذي يتطلبه هذا النوع من القراءة محدود أيضاً، إذ من السهل على من يعرف شيئاً من أحكام الصلاة أن يضيف معلومة على معلوماته حول خلاف فقهي في كون أحد أفعالها سنة أو واجباً، كما أن من السهل على من يعرف جغرافية بلد من البلدان أن يضيف إلى معلوماته شيئاً عن أزمته المائية أو عن تطور عدد سكانه. إن القراءة من أجل الحصول على معلومات شائعة جدا، لأن في عالمنا الإسلامي حمى تجتاح كثيرا من الناس، هي حمى البحث عن الأسهل والوصول إليه بأسرع وقت ممكن. والدليل على شيوع هذا من القراءة الشكوى المستمرة من قبل كثير من الناس من صعوبة بعض الكتب واستغلاقها على أفهامهم، فهم لا يريدون أن يشاركوا المؤلف في عناء التجربة. ودليل آخر على ذلك هو أننا نشعر أن لدى الناس معلومات كثيرة حول قضايا وأحداث وأشياء كثيرة، لكن الملاحظ أيضا أن فهم كثير منهم لا يتحسن، كما أن قدرتهم على المحاكمة العقلية ما زالت ضعيفة، وقدرتهم على غربلة المعلومات ودمجها في أطر ومحاور أكثر شمولية أشد ضعفا. وليس من الغريب أن نصف شخص ما بأنه كثير القراءة، ثم نجد أن مركبه العقلي لم يطرأ عليه أي تغيير خلال 20 سنة من القراءة والاطلاع. ثالثا، القراءة من أجل توسيع قاعدة الفهم، وهي أشق أنواع القراءة وأكثرها فائدة، والذين يقرؤون من أجل هذا الغرض قلة قليلة من الناس، وذلك لأن أكثر الناس يعتقدون أن ما يملكون من مبادئ وقدرات ذهنية وإدراكية كاف وجيد، فالناس لا يقبلون في العادة أي اتهام لهم بأن أذهانهم تعاني نوعا من النقص، كما أن القراءة من أجل تحسين نوعية الفهم شاقة جدا منذ بدايتها. فالكتاب الذي يرقى بقارئه ليس ذلك الكتاب المفهوم لديه، أو ذلك الذي يعرض معلومات وأفكار معروفة، وإنما ذلك الكتاب الذي يشعر قارئه أنه أعلى من مستواه، وأن فهمه يحتاج إلى نوع من العناء والجدية والتركيز. وحين ينجح القارئ في فهمه فإنه يكون قد ارتفع إلى مستواه، وبذلك يكون قد تحسن تفكيره. وقد يحدث أن يكون الكتاب مبتوت الصلة بثقافة القارئ، أو يحتوي على مصطلحات وأفكار غريبة ومعقدة، مما يجعل القارئ يشعر بالخذلان والانكسار، وهذا يعني أن القارئ قد لا يكون من الشريحة التي يستهدفها الكاتب. ولذا فإن الكتاب الذي يحسن الفهم هو كتاب يتحدى ولا يعجز، فهو أعلى من مستوى القارئ، لكن يمكن أن يرقى إليه إلى حد مقبول. إن القراءة من أجل الفهم هي تلك القراءة التي تستهدف امتلاك منهج قويم في التعامل مع المعرفة، وتكسبنا عادات فكرية جديدة، وتلك التي تزيد في مرونة ذهنية، كما تنمي الخيال لدينا وتجعلنا نرسم صورا للأحداث والأشياء، هي أقرب إلى التكامل على الرغم من وجود نقص في المعلومات والمعطيات المتاحة. إن مكاسبنا من وراء كتب تعطي معلومات كمكاسب شخص امتلك قطعة ذهبية.
أما مكاسبنا من وراء كتب تحسن الوضع الفكري لدينا، فهي مثل مكاسب من أعطي مفتاحا لمنجم من الذهب. إن هذا النوع من القراءة هو الذي يجعل معلوماتنا تزهر وتثمر، وسنعنى بشرحه عناية فائقة بحول الله وطوله. ولا بد من القول إن الخط الذي يفصل بين الكتاب الذي يعطي معلومات وبين الكتاب الذي يوسع قاعدة الفهم خط غامض في أكثر الأحيان، فما من كتاب مخصص لإعطاء معلومات إلا يمكن أن يحسن نوعية الفهم إذا تم تقديمه بطريقة سرد جديدة، كأن يحتوي إلى جانب المعلومات البحتة على استدلالات واستنتاجات أو مقارنات أو تعليلات معينة. أنواع القراءة. أولا، القراءة الليلية. لا بد للمرء من أن يختبط لكثرة ما يرى من الكتب الجديدة في المكتبات هذه الأيام، لكن هذا لا يدعو أبدا إلى أن نندفع إلى الشراء دون تأمل في مدى مناسبة ما نشتريه لنا. في تاريخنا كتب كثيرة سطرها أصحابها ولم تلقى القبول، ولم تقرأ في زمانها على نطاق واسع، ويعاد الآن نشرها لأغراض مختلفة. وهناك كتب يؤلفها أصحابها اليوم لأغراض تجارية بحتة، ويضعون عليها العناوين المغرية والتي لا تمثل حقيقة ما في الكتاب. أضف إلى هذا أن الكتاب الجيدين يستهدفون في العادة شريحة معينة من الناس يرغبون في إيصال مضامين كتبهم إليها، ولذا فإن الكتاب في حد ذاته قد يكون جيدا، لكنك لست من الشريحة الموجه إليها، مما يجعل قراءته عقيمة أو مقدمة. إن الكتاب مثل القميص، كثيرا ما تكون جودته من مناسبته للابسه وليست من جودة قماشه أو لونه، ومرة أخرى فقد يكون الكتاب ملائما لك لكن مادته التي يشرحها لا تدخل ضمن أولوياتك القرائية، وهكذا. فهناك أسباب كثيرة تدعونا لعدم الاستعجال في شراء أي كتاب مهما كان موضوعه أو ثمنه وأيا كان كاتبه، ما لم نلق عليه نظرة تصفحية لنكتشف مدى حاجتنا إليه والطريقة التي علينا أن نتبعها في قراءته. نستطيع خلال نصف ساعة أن نصل إلى حكم جيد على الكتاب إذا قمنا بالتالي. أولا، قراءة مقدمة الكتاب. إن كان له مقدمة، حيث يكشف كثير من الكتاب في مقدمات كتبهم عن دوافع التأليف وأهدافه، كما يكشف بعضهم عن الفئة التي يخدمها الكتاب، وعما إذا كان الكتاب يهدف إلى شرح قضية معينة، أو كان قد صمم للرد على كاتب آخر، أو للمساهمة في معالجة قضية مطروحة على الساحة الثقافية. ثانيا، قراءة فهرس الموضوعات من أجل الاطلاع على موضوعات الكتاب، والأهم من ذلك اكتشاف المنظور المنطقي للكتاب. إن كثيرا من القراء يكفي قراءة كتابه المفضل دون أن ينظر في فهرس المحتويات، فيفوته التصور المخطط الكلي للكتاب والذي يعبر عن تماسكه ووحدته الموضوعية. بعض الكتاب يصمم جدولا تحليليا لمحتويات الكتاب فيخدم القارئ بذلك، حيث يوسع رؤيته لمضامين الكتاب ويسهل عليه الإلمام ببعض تفاصيله. ثالثا، الاطلاع على فهرس المصادر والمراجع التي اعتمد عليها المؤلف في بناء كتابه، حيث إنها تشكل المورد الأساس لمعلوماته وصياغاته، كما أنها تدل على طبيعة معالجته للمادة التي في كتابه، وسوف يكتشف القارئ من خلالها
الكثير من الخلفية الفكرية والثقافية التي تشكل ميول المؤلف المعرفية. رابعاً، بعض المؤلفين يضع ملخصاً مكثفاً في آخر كل فصل لما أورده فيه، وسيكون من المفيد قراءة بعض الملخصات لتحسس جوهر المادة المعروضة، كما أن إلقاء نظرة سريعة على عناوين فصول الكتاب ستكون أيضاً نافعة. خامساً، قراءة بعض صفحات أو فقرات من الكتاب لمعرفة مستوى المعالجة في الكتاب، وهذا مهم جداً، حيث إن القراءة المنتظمة لا سيما إذا كانت في حقل واحد تملك القارئ ذائقة معرفية تمكنه من معرفة مستوى الكتاب ومدى ما يمكن أن يكون فيه من معلومات وأفكار هو بحاجة إليها. حين يقوم القارئ الممارس بما ذكرناه فإنه يكون في الغالب قد انتهى إلى تقرير مقدار فائدة الكتاب له وحاجته إليها، كما يكون قد أدرك ما يحتاجه عند قراءة ذلك الكتاب من مراجع أو شروح تساعده على فهمه. إن إهمال القراءة الاستكشافية أو التصفحية قد أدى بأعداد لا تحصى من البشر إلى أن يشتروا كتباً لا تستحق القراءة لأنها لا تساوي ثمن المداد الذي كتبت به، أو أن يشتروا كتباً لا يستطيعون الاستفادة منها أو لا تهمهم. ثانياً، القراءة السريعة. إن المعرفة تتضاعف كل 15 سنة على أبعد تقدير، وهذا يعني أن الكتب المنشورة تتحدى القراء وتتطلب منهم المزيد من الاستعداد والمزيد من الوقت من أجل الاستفادة منها. لو قدر للمرء أن يقرأ في حياته 60 سنة وقرأ في كل أسبوع كتابا، فإنه يكون قد قرأ نحو من 3000 كتاب، وهو رقم متواضع جدا بالنسبة إلى ما هو منشور. بعد تصفح الكتاب واكتشاف مستواه يقرر القارئ أي نوع من القراءة يستحق، فهناك كتب تقرأ قراءة سريعة لالتقاط النافع منها، وهناك كتب يجب أن تقرأ بدقة متناهية وتحرث حرثا كما يفعل الفلاح في أرض خصبة يبتغي منها الكثير الكثير. وتقوم فكرة القراءة السريعة على ما هو معلوم من مساحة إلى أخرى، وعندما يستقر على مساحة معينة فإنه يلتقط عددا من الرموز والإشارات ثم يقفز ليستقر ثانية وهكذا. فانتقال البصر قفز، والتركيز يعني التقاط وحدات دلالية ذات مغزى. ويقرر علماء وظائف الأعضاء أن البصر يستقر مدة ثانية واحدة مهما كانت القراءة سريعة أو بطيئة. والفرق بين القراءتين هو أن صاحب القراءة السريعة يلتقط في هذه الثانية عددا أكبر من الوحدات الدلالية، فعلى حين لا يلتقط القارئ العادي البطيء أكثر من 10 وحدات أو مقاطع صوتية، فإن القارئ السريع يلتقط حتى 10 كلمات دلالية. فكرة القارئ غير المتمرس هي النقوص إلى سطور سابقة كلما انتقل من مساحة إلى أخرى مستعيدا قراءة ما فات، حتى يستطيع متابعة المعنى فيما يليه، كما أن انتقال نظره يكون متقطعا وغير منتظم، على حين أن انتقال نظر القارئ السريع يكون مستمرا ومنتظما. وقد عرفت بعض الدول المتقدمة قيمة السرعة في القراءة، فأقامت الدورات للقراءة السريعة منذ أكثر من نصف قرن، وتلك الدورات تهدف دائما إلى تدريب القارئ على أن يلتقط أكبر عدد ممكن من الكلمات أثناء الثانية التي تقف فيها العين.
وتستخدم في تلك الدورات أدوات عديدة لتعليم القارئ ذلك، ولعل أبسطها هو أن يضم القارئ إبهامه مع إصبعه، ثم يحرك هذا المؤشر تحت السطر بسرعة أكثر قليلاً من حركة عينيه بشكل مريح، وحين يجبر نفسه على متابعة القراءة مع حركة يده، فسوف يجد أنه صار في وقت قصير قادراً على قراءة الكلمات وفق حركة يده تحت السطر. وكلما تابع في التمرن وزادت سرعة حركة يده، فإنه سيجد أن سرعة قراءته قد زادت، وقد تبلغ بذلك 2 أو 3 أضعاف. من أجل معالجة ارتداد بصر القارئ إلى الجمل السابقة، يقترح بعضهم أن يأخذ القارئ بطاقة مسطرة ويحدد عليها مستطيلا بطول 4 سنتيمترات وعرض 8 ملم، ثم يقطعه على النحو التالي، ويحدد حدود القطعة المتقطعة بالقلم العريض حتى تتضح معالمها، ثم يضع البطاقة على النص ليقرأ ما يظهر داخلها من كلمات على السطر، ثم يزيحها حال انتهائه من القراءة، ويسعى على هذا المنوال حتى ينتهي النص. بهذه الطريقة يكون قد أخفى الجمل التي قرأها بالبطاقة حال انتهائه من قراءتها، ولا يجد الفرصة للعودة إليها ثانية. مشكلة الفهم: هناك من يقول إن بطء القارئ في نقل عينيه من كلمة إلى أخرى، وقلة ما يلتقطه في الوقفة الواحدة، ونكوصه إلى كلمات قرأها سابقا، ما هو إلا انعكاس لعجز العقل عن استيعاب معاني الصور التي نقلتها إليه العين، وارتباكه في تفسيرها وتحليلها. فسرعة القارئ منوطة إلى حد بعيد بسهولة المادة التي يقرأها، وبعد الكاتب عن الإغراء والالتواء في أسلوبه. لا بد لهذا القول أن يكون صحيحاً، إذ لا يمكن لأحد أن يدعي أن بإمكانه أن يقرأ كتابا في الفلسفة أو النقد الأدبي أو المنطقي بالسرعة التي يقرأ بها قصة أو كتابا في التاريخ أو خبرا في جريدة. إن القراءة بسرعة كبيرة هي إنجاز مشكوك فيه، إنها ذات قيمة إذا كان ما نقرأه لا يستحق القراءة. ومع هذا، فإن فكرة التدرب على القراءة السريعة والحث على تعلمها تقوم على افتراض يقول إن معظم الأفراد يجب أن تكون لديهم قابلية لأن يقرأوا بأسرع مما هم عليه، وأن بإمكان السواد الأعظم من الناس أن يضاعف سرعة قراءته 1 أو 2 ضعف، وحين يضع إبهامه معقودة مع السبابة تحت السطر الذي يقرأه، فإن في هذه الحالة لا يساعد نفسه على سرعة القراءة فحسب، وإنما يحسن تركيزه أيضا على ما يقرأ، فتتبع حركة اليد غالبا دون النوم والشرود والاستغراق في أحلام اليقظة، مما يعني زيادة فاعلية للقراءة، وهي تجعل الفهم في كثير من الأحيان أفضل وأعمق. وعلى كل حال، فإن القارئ الذي يقرأ مادة سبق له الاطلاع عليها في كتب أخرى يستطيع أن يقرأ تلك المادة بسرعة أعلى بكثير من قارئ يخبرها قبل بذلك، مما يعني أن استمرار القراءة في محور من محاور المعرفة سيكون مساعدا أساسيا على قراءة أسرع وإنجاز أعظم. مما يتصل بسرعة القراءة مسألة القراءة الجهرية والقراءة الصامتة، وفي هذه المسألة يمكن أن نقول إن القارئ المبتدئ والطفل الصغير ينبغي أن يقرأ في البداية بصوت مرتفع، لأن ذلك مما يعين على تقسيم الكلام حسب معناه في أدائنا الصوتي، وفي هذا تعود على لمح المعنى بدقة وسرعة. فإذا ما حدث نوع من التعود على هذا النوع من القراءة بقدر كاف، ينصح القارئ بالتعود على القراءة المهموسة،
ثم القراءة الصامتة لأنها تتيح له سرعة أكبر، حيث إن عين القارئ قراءة جهرية تسبق صوته بما يتراوح بين 4 كلمات و6 كلمات، والسرعة تقتضي توجيه الحواس كافة وحصرها لتصبح العلاقة ثنائية بين العين والمخ أو بين البصر والعقل، وذلك لأن القراءة عمل عقلي يبدأ بالنظر. ثالثا، القراءة الانتقائية. حين يتجه المرء إلى التعمق في موضوع بعينه، فإنه يكون بحاجة إلى تتبع العديد من المراجع والكتب المتنوعة للعثور على مادة متجانسة تساعده على تكوين صورة جيدة عن الموضوع الذي يهتم به. الكتب التي يمكن أن يعود إليها أي باحث نوعان رئيسان. النوع الأول كتب تنتمي إلى الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه الموضوع الذي يريد الباحث خدمته والتعمق فيه، مثل كتاب في الاقتصاد لموضوع اقتصادي وكتاب في اللغة لموضوع لغوي، ويشكل هذا النوع من المراجع المصدر الأساسي للباحث، فعن طريقة يمكن تكوين رؤية جيدة لبنية أساسية للموضوع وللدراسات التي قام بها المختصون حوله، مما يبلور للكاتب خاصة خلفية جيدة عما تم إنجازه في موضوعه وعن المساحة المتبقية أمامه لإضافة شيء ما فيه. ومع التسليم بالأهمية القصوى لهذا النوع من المراجع، إلا أن الاقتصار عليه يجعل معرفة القارئ بموضوعه شبه معزولة عما يمثل امتدادات لذلك الموضوع في فروع المعرفة الأخرى، ومعظم القراء يؤثر الاعتماد على هذا النوع من المراجع لسهولة التعرف عليه وحصره والاستفادة منه. وأظن أن الاعتماد المبالغ فيه على هذا النوع من المراجع نابع من اعتقاد قديم يرى أن ذاتية الأشياء مستقلة ومكونة من عناصر داخلية، على حين أن التجربة الإنسانية تثبت أن لعلاقات الشيء بغيره من التأثير فيه ومن التحديد لماهيته القدح المعلى والقسط الأوفى. النوع الثاني كتب لا تنتمي إلى الحقل المعرفي الذي ينتمي إليه الموضوع الذي نود سبر أغواره، وذلك كأن نعود إلى كتاب في الفقه من أجل العثور على فكرة اجتماعية أو تربوية. حين نفعل ذلك نكون كمن يبحث عن إبرة في كومة من القش، وبسبب هذه الصعوبة يعرض أكثر الناس عن هذا النوع من المطالعة توفيرا للجهد والوقت وعزوفا عن فائدة لا تبدو مغرية، إلا أن مما ينبغي التنبه إليه أن فائدة هذا النوع من المطالعة أشبه بالفوائد التي نحصل عليها من وراء رحلة مثيرة خارج حدود الوطن. إننا لا نعرف ما الذي سنعود به، لكن كثيرا ما يكون رائعا وعظيما. إن وجود فكرة تربوية في كتاب تاريخي يعني نوعا من الامتداد التربوي في العمق التاريخي، أو يعني نوعا من التأطير التاريخي لمغزى تربوي، وهذا يعطينا دائما لونا من ألوان توحيد المعرفة وإعادة الربط بين فروعها وأجزائها، وهذا ضروري جدا للفهم الشامل وتوسيع الأفق، بل والمعالجة الحكيمة أيضا للموضوع الذي نقرأ من أجل إثراء خبرتنا فيه. إن هذا النوع من معاناة الاطلاع والبحث عن الأفكار والمعلومات المتناثرة في غير مضانها يحتاج إلى نوع من القراءة السريعة جدا أو نوع من الرفرفة فوق النصوص من أجل الاطلاع على أكبر عدد ممكن من الصفحات في وقت قصير. إنه نوع من المسح السريع لمساحات واسعة، ولا بد أن يسبق ذلك تحديد دقيق لبقية القارئ وحاجته من وراء هذا النوع من القراءة،
وإلا فقد يشغل باستخراج الكثير من المعلومات والفوائد المتناثرة والتي لا يدري فيما بعد في أي سياق معرفي يستخدمها ولا في أي منظومة معرفية يسلكها. إذا كان الكتاب مستعارا فإنه ليس أمام القارئ سوى استخراج المعلومات التي يعثر عليها وتسجيلها على بعض البطاقات. أما إذا كان الكتاب ملكا للقارئ فإن بإمكانه أن يفعل ما تقدم أو أن يضع بعض الإشارات حول المقاطع أو الفقرات التي يمكن أن يعود إليها فيما بعد، وهو مخير أيضا بين أن ينقل تلك الفقرات نقلا حرفيا وبين أن يلخصها ويستخرج منها ما يخدم الموضوع الذي يقرأ من أجله. وسيكون من المفيد أن يتصفح في دقائق الكتاب الذي يريد قراءته حتى يكون انطباعا عن السرعة المطلوبة لقراءته. رابعا، القراءة التحليلية. إن القراءة التحليلية هي أفضل أسلوب يمكن للمرء أن يتبعه في استكناه مضمون كتاب ما في وقت غير محدد، فهي لا تعني الاطلاع والاستفادة فحسب بقدر ما تعني نوعا من الارتقاء بالقارئ إلى أفق الكاتب الذي يقرأ له ومحاولة النفاذ إلى معرفة شيء من مصادره وخلفيته الثقافية، بل وحواره ونقده والوقوف إلى جوانب القصور في الكتاب. عندما سيقرأ كثير من الناس ما سنقوله هنا عن هذا النوع من القراءة فإنهم سيشعرون بأننا نتحدث عن أمور معجزة وشاقة، والحقيقة أن الكتب التي تستحق كل هذه الفعالية في القراءة ليست كثيرة، كما أن القراء الذين يفعلون ذلك أيضا ليسوا كثيرين وهم أنفسهم لا يفعلون ذلك دائما. ومن وجه آخر فإن أمداء النظرية تظل أبدا أوسع من إمكانات التطبيق كي تستوعب كل الطاقات والإمكانات التي يمكن أن توظف في هذا اللون من النشاط المعرفي، وكي تؤمن عددا كبيرا من البدائل والطرق التي قد يحتاج إليها عند الممارسة العملية. إن ظروف القراء تختلف، ووضعية الكاتب والكتاب تتيح ألوانا عديدة من إمكانات القراءة، وينبغي أن تأخذ قواعد القراءة التحليلية ذلك بعين الاعتبار. لقد ولد عصر السرعة في نفوس كثير من الناس نوعا من الملل والضجر والنزوع إلى الهروب من بذل الجهد على القراءة المتأنية المتعمقة، ودفع بكثير من الشباب نحو البحث عن الكتب السهلة التي يمكن للمرء أن يقرأها وهو مستلق في سريره. لكنهم سرعان ما يكتشفون أن ما استفادوه من قراءاتهم ضحل للغاية، وهذا إذا لم نقل إن بعض الكتب قد فهم فهما سيئا وبعضها لم ننور قارئه وإنما أورثه الخبال. ولذا فسوف أفيد في توصيف القراءة التحليلية وبيان محاورها آملا في تحسين درجة الوعي بهذه المسألة المهمة. سمات القارئ الجيد. كلما رجعنا إلى الوراء وجدنا تركيزا أكبر على مهمة الكاتب وواجبه في تراميه وخدمة النص الذي يكتبه مهما كان ذلك ممكنا، وكان ينظر إلى دور القارئ على أنه دور سلبي ومؤثر بإمكانات النص اللغوية واللفظية في أكثر الأمر. وهذا في تصوري فرع عما ساد ثقافتنا في القرون من روح الجمود والتقليد والنظر بحرفية زائدة إلى قطعية مدلولات كلام الكاتب ضمن الأصول والمفاهيم المعرفية السائدة في العلم الذي يكتب فيه. لكن هذا كله قد تغير اليوم بفعل ما حدث من تغير هائل في النظر إلى كل الوسائط المعرفية وكل المناهج الأدبية والنقدية واللغوية. ولقد كان للنقاد والفلاسفة دور خطير في تطوير ذلك،
وقد صار ينظر اليوم على نحو متزايد إلى أن النص أشبه بحدث مؤجل التحقق وخارج دائرة الإنجاز، ما لم تتم قراءته وتأويلاته ضمن الإمكانات التي يتيحها النص للقارئ الناقد والقارئ العادي والقارئ المزيف أيضا. وصار يعتقد أن جمالية التجاوب لا تتحقق ما لم يكن هناك فجوة بين ما يعرفه القارئ وبين ما يفاجئه به النص من انزياح عن خبرته وعن الخبرات السائدة، بل وعن قدراته الناجزة على الفهم. إن النص الجيد هو النص الذي يشتمل على فراغات معرفية، وملء هذه الفراغات من الآن فصاعدا صار من مهمة القارئ الجيد، وحين يشرع القارئ في سدها تبدأ رحلة التواصل بينه وبين الكاتب. لا يعني هذا بالطبع أن يضيع النص بين القارئ وخصوصيات تجاوبهم معه، بمقدار ما يعني توسيع ميادين الاستجابة له وإضفاء مرونة أكبر على كل آليات الفهم. وقد أعطى النقد الحديث اعتبارا أكبر لوضعية الخلفية الثقافية للكاتب ولما قبل الكتابة وللاوعي وللشعور، بل وللنوايا المستترة. وبهذا كله تم إلى حد ما تهميش دور اللغة في التوصيل، إلى جانب زيادة الأعباء على القارئ وتعاظم ما عليه إنجازه في فعل القراءة. لا يعني كل هذا أن مسؤولية القارئ ذات قدر واحد، مهما تكون المادة التي يقرأها فستظل القراءة في الكتب العلمية أسهل، وستكون مسؤوليات القارئ فيها أقل، وستظل القراءة في الكتب التي تتناول مسائل فلسفية وأدبية أشق، وسيكون ما يطلب من قارئها من فعالية أكثر. لكن هذا قد يشهد أيضا نوعا من التغير، حيث إن ما يجتاح العالم من خيبة أمل في إنجازات العلوم البحتة على الصعيد الإنساني قد يدفع إلى الاتجاه نحو إضفاء بعد فلسفي وأخلاقي على المؤلفات العلمية، مما يعني أنها ستقترب في النهاية من العلوم الإنسانية وستنحو بذلك إلى شيء من الصعوبة. وسنحاول هنا ذكر أهم ما نرى على أن القارئ أن يحاول اكتسابه على الصعيد الأخلاقي وعلى صعيد الفعالة كي يستطيع الاستحواذ على أكبر قدر ممكن من عطاءات الكتب التي يقرأها، وذلك على النحو التالي: أولا، المثابرة على القراءة والحماسة في متابعتها سمة هامة من سمات القارئ الجيد، وإن الذين أنجزوا إنجازات عظيمة في التاريخ كانوا دائما يتحلون بصبر لا يعرف النفاذ وعزيمة على المضي حتى آخر الطريق لا تعرف الانثناء، وأمراء أولئك العظماء هم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ومن تابع مسيرتهم من أئمة العلم والدين، كما قال جل وعلا: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون، صدق الله العظيم. السجدة، الآية 24. إن اعتقاد المسلم أنه ما دام يقرأ شيئا نافعا فهو في عبادة من أعظم العبادات ينبغي أن يدفعه بقوة إلى امتلاك روح الدأب وأن يفجر في نفسه ولعا بالقراءة والاطلاع. وأعتقد أن غياب هذا الشعور كان ذا أثر كبير في عزوف كثير من الناس عن اصطحاب الكتاب ومعاناة قراءته. مهما أتقنا من فنون المذاكرة والقراءة فإننا لن نبلغ القمة ما لم نجعل من مفاهيمنا الأساسية في الإنجاز والإنتاج أن أهم عامل في النتائج التي سنحصل عليها هو كمية الجهد ومقدار الوقت الذي نبذله في سبيل تحقيقها والوصول إليها. إن إبداعات المبدعين لا تقف وراءها الومضات الذهنية على نحو أساسي، وإنما القدرة على المتابعة المضنية للمسائل التي كرسوا أنفسهم لها.
وفي هذا يقول أديسون حين سئل عن العبقرية: إنها 1% إلهام و99% عرق جبين. إن كثيرا من الناس لا يحتاج إلا إلى الشرارة الأولى حتى يبدأ في مسيرة القراءة، وبعد ذلك سيؤدي التراكم المستمر لمعلوماته إلى إحساسه بمباهج المعرفة، وسينمي بذلك فيه الشعور بالثقة والاعتزاز، وسيضيف إلى حياته معنى جديد لا يضيفه إلا العلم، وسيمثل بذلك الوقود المطلوب لمتابعة رحلة القراءة. ثانياً، القارئ الجيد يتمتع بقابلية جيدة لاستيعاب الجديد، ويمتلك بنية عقلية متفتحة تقبل التحوير وتستفيد من المراجعة. ونعتقد أن التربية والبيئة والقراءة وحوادث الحياة تبني عقلية كل واحد منا، ومن خلال تلك العقلية يتم امتصاص المعلومات الجديدة وتصفيتها، وإصدار ردود فعل محددة متجددة تجاهها، وهذا ضروري لمتابعة النمو والاستيعاب. لكن كثيرا ما يحدث أن تكون البرمجة الأولى خاطئة أو قاصرة، مما يعني أن الاعتماد عليها على نطاق واسع سيحرم الإنسان من فرص الارتقاء الفكري والثقافي. ولذا فإن على القارئ الجيد أن يملك من المرونة الذهنية ما يتمكن به من دمج المعلومات الجديدة التي يحصل عليها في أنساقه المعرفية المستقرة، كما يتمكن بسبب المستخلصات الجديدة من توسيع أطر الفهم لديه لتصبح أكثر رحابة وأكثر استيعابا للمفاهيم المتباينة. بل إن القارئ الممتاز يكون مستعدا لأن يستفيد من القراءة ما يمكنه من هدم بعض ما كان يظنه ثوابت فكرية وإنشاء ثوابت جديدة، وبذلك كله يكون قد خفف من أضرار ما عسى أن يكون أصاب برمجته المعرفية والذهنية الأولى من انحراف وقصور. وهذا هو المعنى العميق للنمو المعرفي، وسيكون بإمكان كل واحد منا أن يروز محصوله المعرفي من وراء القراءة بهذا المرواز. ثالثا، القدرة على الاستجابة لنبض العصر الثقافي ضرورة لمن يريد أن يقرأ قراءة مثمرة ينتفع بها، فعمر الإنسان محدود وطاقته محدودة، والفرص للتثقف ليست متاحة لنا دائما. هذا بالإضافة إلى أن المواد التي نقرأها أشبه بالغذاء، ومن الغذاء ما هو سام، ومنه ما يلحق بمتناوله أضرارا فادحة. وإذا كان لكل عصر خبراته ورجاله وكتبه وأسلوبه، فإن علينا أن نعرف حين نختار كتابا هل ما يكون الكتاب من معرفة مناسب لمن يعيش عصرنا، أو أنه في مقام المنسوخ الثقافي الذي فقد مصداقيته وفعاليته. في اعتقادي أن القارئ الجيد يحاول أن يقرأ للمبدعين في تخصصاتهم، فمن ينابيعهم يغرف الألوف من الكتاب المتوسطين، والأفضل أن يشرب المرء من النبع مباشرة، فالقنوات التي يمر بها الماء قد تغير طعمه وقد تفسده. من الاستجابة لنبض العصر أن نقرأ كتبا وإحصاءات حديثة في كل العلوم التي تعتمد على التجربة والتقدم العلمي والتقني، ولا ريب أن هناك كتبا تحتفظ بالكثير من قيمتها كأمهات الكتب والمراجع والمعاجم والشعر والقص البارع. وسيكون من المفيد أن نطلع على بعض الدراسات الحديثة عن تلك الكتب الأساسية. هناك كتب تشرح أحوال النفوس والقلوب، وكتب أخرى تفسر ضروبا من السلوك وتقدم تعليلات كثيرة في علوم شتى، وقد ثبت أن كثيرا منها ينطلق من خبرة ومعطيات معرفية ناقصة. وإلى جانبها كتب أخرى تحمل روحا عنصرية، هم مؤلفيها إثبات تفوق شعب أو طبقة، وكتب غنية من حكاية اللفظية والمناقشات السطحية،
وهي تحاول جذب القارئ عن طريق المبالغة والتهويل. وكتب كتبها أناس غششة لا يخشون الله تعالى ولا يتمتعون بأي قدر من الإحساس بالكرامة أو المسؤولية، ودأبهم التزوير العلمي وحجب بعض الحقائق واستغلال بعضها الآخر لمصالح وأغراض دنيئة. هناك كتب كثيرة كتبها كتاب مفتونون بثقافة الغرب وينظرون بعين المهانة لثقافتهم وحضارتهم، وهم يحاولون تكوين تيار من القراء يكون ظهيرا لهم هناك وهناك. إن الاستجابة لنبض العصر لا تعني الانفتاح المطلق وقراءة كل ما هب ودب، لكنها تعني الوعي بالمعرفة التي يحتاجها مسلم اليوم ليعيش زمانه بكفاءة وفعالية، والوعي بما يرفع من قدرته على مواجهة التحديات المختلفة. من المهم للقارئ الجيد أن يعرف كيف يتعامل مع الكتب التي عزم على قراءتها، ومن المعلوم أن القراءة المستمرة تولد لدى القارئ حاسة جديدة يستطيع من خلالها أن يتعرف على الكتب الجيدة التي ينتفع بها، ويستطيع تحسس مقدار ذلك النفع، بالإضافة إلى الاهتداء إلى الطريقة التي سيتعامل بها مع كل كتاب من حيث السرعة ومن حيث التلخيص والتعليق ونية العودة إليه مرة أخرى.